كوبايتين ونص من الدقيق، معلقه كبيره من البيكنج باودر، رشه من الملح، نص كوبايه من الزبده، نص كوبايه من الزيت، نص كوبايه من الزبادي، نص كوبايه حليب، 3 بيض، فانيليا، كوبايه ونص سكر، معلقه كبيره من الخل لونه احمر جل، نص كوبايه فراوله قطعه. وعندي بسم الله الرحمن الرحيم كده النصايح الكتير اللي ممكن نتكلم عن الكب كيك عليها. عندي الدقيق اول حاجه، يفضل ان انا استخدم دقيق خاص بالكيك او دقيق جميع المخبوزات جميع الاستخدامات. اروح السوبر ماركت هلاقي انواع دقيق كتير قوي خاص بالكيك، هو ده بتاع الكيك عشان بيكون نسبه الجلوتين فيه قليله، فلما بحط عليه البيكنج باودر وادخله الفرن بيطلع معايا ويطلع الكيكه هشه كده ومظبوطه. النقطه الثانيه، البيكنج باودر هي خميره الحلويات، ساعات بتبقى مركونه والتخزين بتاعها مش حلو او غلط، فبحط معاها معلقه خل، انا بحط في المقادير معلقه خل عشان تنشط لي خميره الحلويات اللي هي البيكنج باودر. لو عملت الخليط على طول لازم ادخله الفرن، لو اتاخرت هحط خل او احط رشه من الكربونات عليها عشان المفعول بتاع البيكنج باودر لما بيتساب اكتر من 5 دقائق بيروح. عندي بعد كده الزبده والزيت، الزيت طبعا يفضل يكون زيت نباتي، زيت ذره، الزبادي والحليب دول عشان تبقى كيكه هشه فيها فوائد كتير قوي، البيض نفس الموضوع ولازم اضرب البيض اكتر من 3 دقائق او كله 5 دقائق. بعد كده عندي اللون الاحمر عشان اخد قطع الفراوله، و اللهم صل على النبي، وعندي نص كوبايه من قطع الفراوله. نص كوبايه من قطع الفراوله دي هقول لكم انا حابب ان انا اضيف على الكب كيك بتاعي فراوله، فعشان اضيف الفراوله هيكون عندي مشكله ان هي في الاخر هتقع تحت. او من فتره كده كنا عملنا كب كيك في قطع شوكولاته عشان نثبتها ما تسحش وما تنزلش بقى الزبده بتاعتها والكلام ده كله، حطيناها في دقيق، يبقى هجيب الفراوله احط عليها شويه دقيق. عندي بعد كده الزبده، يفضل طبعا تكون الزبده طريه، فانا هاخد الزبده دي احطها مع السكر عليهم الزيت وهنقلبها بالمضرب السلك، في مضرب الكهرباء صح؟ ولا تسع. حطينا الزبده والزيت والسكر، وانا كنت بقلب بالمضرب كده عشان اسمع محمود بس، فايه هناخد المضرب الكهرباء، نشيل بقى الحاجات دي كلها كده، نوسع لنفسنا. واحمد ازيك؟ بعد كده عندي البيض، يفضل البيض طبعا يكون بدرجه حراره الغرفه، من البيض يتضرب كويس ومش بزياده قوي عشان يخلي الكيك بتاعي هش. ضربت كده البيض بتاعي كويس، هحط عليه الزبادي والفانيليا، وهنا معلقة الخل قلنا عشان لو البيكنج باودر ضعيفة أو اتأخرنا شوية، أو أنا عايز الكيكة بتاعتي تكون هشة قوي بما إني بعمل أكل للأطفال فلازم تكون حاجة تليق بيهم يعني. عندي البيكنج باودر هضيفها على الدقيق وهقلبهم، وادي اللون الأحمر أهو، الجل هخليه في الاخر، يدي اللبن بس في الاخر بعد ما نضرب الزبادي اخر ضرب. ضربت دول كده، نجيب بقى معلقه ونقلب البيكنج باودر على الدقيق بتاعنا. ليه بنقلب ده على ده؟ عشان الكيكه ما تطلعش مايله، ساعات بنلاقي كيكه زعلانه كده عامله كده نايمه على جنبها او عاليه من جنب، عندها كرش من النص وناس تقعد تهزر وتضحك وتتريق علينا، فده بيكون بسبب ان احنا حطينا البيكنج باودر في حته فاتجمعت في مكان فهو اللي عالي والباقي كله ايه طلع هابط.
فاقلب بقى كده كويس وانزل بدول. وهنا انا محتاج لو هشغل المضرب الكهرباء هشغله على درجه بسيطه، يعني ما اقلبش كتير قوي، وبعد كده هضيف اللبن. وصلنا كده للقوام ده وتقريبا كله اتقلب كويس. انا بقى محتاج ادي للاطفال بتوعي اللي يعني الانطباع ان دي فيها فراوله، فهحط في الوان صحيه، واحنا بنقول الالوان الصحيه دي هنشتريها من سوبر ماركت، يفضل اللي تكون السايله. هنزل كده بنقطتين ثلاثه على الخليط بتاعي واقلب، ممكن اقلب بالمضرب كده عشان اللون يتناسق على طول. بس كده ارجع بقى اشيل المضرب بتاعي ده خالص، وعايز اتاكد ان اللون راح في كل حته. وهنا مثلا عملتي الخليط بتاعك فوانتي بتعايري ما ظبطتيش العيار قوي وحسيتي ان القوام اتقل من كده، هتعملي ايه؟ هتجيبي شويه ميه دافين تحطيهم على الخليط وتقلبيه كويس. هنا عايز احط فراوله على الكب كيك، بس لو حطيت القطع هتعملي مشكله تنزل ميه والموضوع مش هيبقى مظبوط، فانا حطيت دقيق عشان يعمل لي كده زي غلاف او طبقه خارجيه للفراوله، بحيث ان هي حتى لو فيها ميه ما تنشفش، يعني ما الاقيش قطع الفراوله جوه دبلانه بعد يوم او بالليل مثلا. فانا عامل طبقه تغلف قطعه الفراوله فتفضل الميه بتاعتها فيها او تفضل طعمها حلو ومظبوطه جوه الكيك بتاعي، فلما اقلب كده وتستوي الاقي قطعه الفراوله كان حد لسه قاطعها وحاططها لي جوه الكب كيك بتاعي. اقلب بقى هنا كده، وبعد كده هجيب كيس حلواني وابتدي اصب جوه ورق الكب كيك بتاعي. طبعا لازم اعبي، وقلنا لو الكب كيك تقيل قوي هنضطر ان احنا نخففه بشويه ميه. طبعا ده بسبب ان العيار، احنا قلنا لما بنيجي نعاير بالكوبايات فببقى محتاج ان انا اخد بمعلقه واملى الكوبايه، لكن لو انا حطيت ان انا بغرف كده بالدقيق من الكيلو هلاقي ان الموضوع راح في حته تانية خالص، وبيبقى الكوبايتين ونص دول ثلاثه واربعه كمان على حسب بقى قوه ايدك يعني، فالعيار ما بيكونش مظبوط. فدايما هاتي الكوبايه العيار وحطيها جنبك، وبمعلقه كده خدي من الكيس او من البرطمان وحطي ساوي بس العيار. قطعت كده، اخد بقى ايه المقص، وبما ان في قطع فراوله ايوه فلازم ايه، انا يعني ايه عايز حد يساعدني لازم اقطع كده قطعه كبيره، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان تنزل قطع الفراوله ما تتكومش تحت. بسم الله هنزل كده قبل الاخر بشويه، هقف يعني الحاجات دي لما حد بيساعد حد فيها بتبقى احسن كتير. هنزل اللي هو ايه بقى، حد يفضل ماسك الورق دول ورقه ورقه كده، وايه يحرك البتاع ويفضل اللي ماسك الكيس مثبت ايده عشان ايه بهدلش الدنيا، عشان ميادة ما تزعلش تقولي بهدلت لي البتاع. هنزل كده بسم الله. الفرن بقى كام؟ الفرن درجه حرارته 180. حاضر. ادفع كام؟ طلعت خصم ليدي. خلينا نحط اخر واحده دي كده عشان ندخلها الفرن ونطلع فاصل، ايه رايك؟ بس يعني ايه دي بقى من غير الكيس الحلواني، فدي بقى يبقى اجتهاد شخصي مني يعني. حاضر، حطينا دول كده. اخر حاجه هعملها هرفع دي كده واخبطها خبطتين عشان تتساوى بس، واقوم رايح على الفرن على درجه حراره 180. بسم الله الرحمن الرحيم، هدخل الاستاند.
حابب الصراحه ان انا اضيف كده ايه شويات من الفراوله على الكريمه، عشان ما يبقاش بس الموضوع كله الوان، لازم يكون برضو فيه فايده من الفوائد الطبيعيه. يعني فراوله يبقى فيه فراوله، وخصوصا ده يعني موسم، فاحنا يعني ايه كان نفس الوقت يسعنا اكتر من كده عشان نطلع اللي في الفرن، بس يعني كله حلو الحمد لله.